اهلا وسهلا بكل مشاهدي قناة سي تي في من كل مكان في العالم. بنرحب بحضراتكم من ارض المعارض بمدينة نصر، وتحديدا من معرض القاهرة الدولي للكتاب. معرض القاهرة الدولي للكتاب هو فرصة لكل الناس اللي بتحب القراية، لكل الناس اللي بتحب الثقافة، لكل الناس اللي بتحب الفعاليات الثقافية وبتحب ناس عندها نفس الاهتمامات ان هي تيجي المعرض. الوصول للمعرض سهل جدا، مجرد ما حضرتك بتطلع من محطة مترو ارض المعارض بتكون قدام المعرض اللي بيفتح ابوابه السنة دي لحد 10 فبراير. مجموعة كبيرة جدا من الفعاليات تقدر تحضرها السنة دي في معرض الكتاب، والنهاردة هنركز أكتر على دور النشر المسيحية اللي بتقدم مجموعة كبيرة من المطبوعات ومجموعة كبيرة من الكتب ومجموعة كبيرة من الناشرين جوه صالة 3. يمكن المعرض السنة دي مش بس كتب، لا، في فعاليات كتير، يعني فرصة لحضرتك لو جيت المعرض انك تيجي انت وزوجتك وأولادك، تيجوا تنبسطوا وفي نفس الوقت تقضوا وقت حلو. ويمكن في شوية فعاليات مرتبطة بالرسم والصلصال والتلوين، يمكن نشوف بعضها النهاردة ونشوف قد ايه الكتب مهمة جدا للشباب والكبار وكمان للأطفال. خلونا مع حضراتكم نتجول في المعرض ونبدأ نشوف فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب. مشاهدينا لسه مكملين مع حضراتكم تغطيتنا من معرض القاهرة الدولي للكتاب. وصلنا حالا قدام صالة 3. صالة 3 هي الصالة اللي بتضم مجموعة كبيرة جدا من دور النشر المسيحية اللي بتحتوي على مجموعة كبيرة من الكتب القبطية. اي حد مهتم بالثقافة المسيحية، اي حد مهتم بالقراية في المجال ده، مهتم مثلا بعلم الابائيات، مهتم بالكنيسة القبطية الارثوذكسية، يمكن يلاقي هنا جزء كبير جدا من اللي هو بيدور عليه. هندخل مع حضراتكم حالا لصالة 3 ونشوف موجود ايه جوه. خليكم معانا. لازم كل سنة لازم اجي يوم او يومين، يعني عشان فعلا يمكن يوم واحد ما بيكفيش، يعني فالواحد بيحاول اللي هو يعني يدقق في كل جديد ويعرف ايه اللي نزل جديد في المعرض. يعني هو في ترجمة نزلت جديدة للكتاب المقدس قبطي عربي في دار الكتاب المقدس، فكانت دي كانت حاجة جديدة اول مرة تنزل. وفي حاجات نزلت، كتب نزلت تبع مركز دراسات الاباء، زي كتب خاصة بتفسير خاصة بآباء الكنيسة، وفي أبحاث نزلت جديدة، فالكتب دي شدتني يعني وجبت منها. في برضو كتب خاصة برضو بتاريخ الكنيسة، برضو كانت مش موجودة بقالها فترة، وطبع التاني زي كتاب بوتشر، وده مرجع قوي جدا لتاريخ الكنيسة، فهو كان موجود من فترة كبيرة ومش موجود حاليا، لكن نزل في المعرض، فكان وكان متراجع عليه برضو من كذا حد، وكان طلع بشكل جيد. يعني احنا بس مش بنبص على الكتب، احنا بنتكلم مع اللي كتب الكتب، لان في بعض الكتاب والباحثين بيبقوا موجودين وبيعرضوا لنا الكتب بتاعتهم، فتبقى فرصة للتعارف وبرضو اللي احنا يبقى في تواصل بعد كده معاهم، واستفادة برضو. مش بيقول لي الكتاب دوت الملخص او الفحوى بتاعه ايه، فبيسهل عليا برضو شراء الكتاب، فبيبقى فرصة حلوة يعني اللي احنا متعرف على كل دار النشر الموجودة. يعني تقدم كل دار نشر مجموعة متنوعة من الكتب تناسب كل الاعمار والميول، مثل الكتب التاريخية وكتب التراث وكتب المشورة الاسرية والعائلية والموسوعات القبطية المعروفة وعدد كبير من الدراسات المتخصصة. احنا دار نشر ارثوذكسية، دار الكرمة الحقيقية، عندنا اصدارات كتب البراموس، وعندنا دار الكرمة اللي هو كتب المشورية الانبا يوسف، كتب مترجمة. الاقبال السنة دي يعني هو كويس، الناس يعني بتتفاعل معانا والدنيا شغالة حلو الحمد لله. وعندنا اصدارات كتب المركز الثقافي،
وعندنا كتب الأنبا غرغوريوس. في ناس بتبقى تخصص دراسيا فبتدخل على الكتب الدراسيا، في كتب ناس بتدخل على كتب مشهورية، في كتب روحية، فكل واحد وليه تخصص يعني اللي هو بيحب ان هو يقراه. احنا في كذا حاجة متخصصين فيها، منها جزء كبير قوي من دراسات الأبائية، حاجات لديونوسيوس السكندري، لرسائل ساويروس الأنطاقي، حاجات هتلاقيها عن مخطوطات طالعة للأنبا صمويل المعترف. يعني في احنا خصصنا السنة دي كمان في جزء مهم قوي عملناه عن سير القديسين، احنا مطلعين 6 سير للقديسين، دي من المخطوطات القبطية الأصلية للسير بتاعتهم. فتحصل لها زي مين؟ عندنا القديس مكاريوس الكبير، وعندنا شهيد يوحنا الزيتوني، وعندنا سيرة البابا اسحاق، وعندنا مريمينا وماري جرجس وقديس أبو سيفين. فالحاجات دي احنا طلعناها من المخطوطات الأساسية بتاعتها واترجمت وحصل لها تحقيق، والمترجم حط لها مقدمة ليها. المترجمين بتوعهم كان أستاذ فايز إبراهيم ودكتور صمويل معوض، ده دكتور في جامعة في ألمانيا، وكريستين فوزي. طيب الإقبال السنة دي كان على إيه تحديدا؟ احنا الإقبال السنة دي في حاجات مختلفة، يعني في ناس مهتمة أكتر باللغات، احنا عندنا بارتيشن كبير قوي للغات، عاملين حاجات عن اللغة العبرية، تعليم اللغة العبرية، عاملين حاجات عن تعليم اللغة القبطية بكذا لكنة، يعني باللهجة الفيومي وباللهجة الصعيدي، فعاملين لها كتاب كبير قوي للتعليم من الألفابيل حد الآخر، يعني تقدر ان انت تتقن اللغة القبطية أو العبرية من الكتب دي. واللغة العبرية كمان معمول معاها زي دليل للإجابة، لأن بعد كل درس فيه زي تمارين للدرس وعليها الإجابات بتاعتها في الكتاب التاني. بجانب ده احنا في كتب كتير نزلت، يعني حاجات نزلت لأبونا سرافيم البراموسي، في شوية كتب جديدة هو نزلها زي كتاب نحو الله الجزء الثاني، واحنا كنا نزلنا الجزء الأولاني السنة اللي فاتت، وفي كتاب مهم نزله اسمه القارئ والنص، ده بيتكلم عن ازاي الواحد بيقرأ الكتاب المقدس. في كتابين مهمين قوي كمان نزلوا، واحد اسمه رسائل تكوينية، ده لدينا طارق، ده محولة الكتاب السفر التكوين لرسائل، كل إصحاح عاملاه كأنه رسالة من الله ليا، وزي بيكلمني وزي تدخلني أنه أنا فين في سفر التكوين ده، ما بقاش الموضوع عهد قديم ماليش أي علاقة بيه. في دراسة مهمة قوي هي عملتها لتفسير سفر فليمون، ده ماسكة كلمة كلمة في الإصحاح وعملاها بالترجمة اليونانية بتاعتها، وحاطة دياجرام وعاملة باك جراوند عن خلفية تاريخية للرسالة. عندنا منشورات الفرنسيسكان كلها، الإقبال أكتر على حاجات الفرنسيسكان أكتر، وحاجات اللي هي الطقسية والدراسات القبطية، لأن إحنا مركز ثقافي فرنسيسكاني، اهتمامنا أكتر بالدراسات القبطية. أنا فعلا مبسوطة جدا ومبسوطة إن إحنا أول مرة نشارك في المعرض الكتاب، يعني وإن شاء الله مكملين، لأن فعلا فعلا جميل جدا، يعني مبسوطة بيه. احنا ايجلز جروب ليها 27 سنة في خدمة النشر المسيحي، ومن 16 سنة تقريبا اخدنا حق استخدام اسم Focus on the Family دكتور جيمس دابسون. الاورجانيزيشن دي موجودة في امريكا، وعندنا كتب بتخدم العيلة، Family للزواج والparenting للتربية. عندنا كتب كتير قوي مقدمينها في معرض الكتاب السنة دي، الإقبال لسه ما أقدرش أحدد شكل الدنيا شكلها عاملة إزاي، بس ميلي الدنيا كتير وفي ناس كتير، الناس عايزة تعرف إزاي تقدر تعيش بطريقة مظبوطة، إزاي تقدر تربي ولادها بطريقة مظبوطة. إحنا كإيجلز جروب بنشجع الناس للقراية. كمان عندنا ويب سايت، الويب سايت بتاعنا URL بتاعه اسمه focusonthefamily.me. الويب سايت ده عليه مقالات بتخدم الناس، مقالات للتربية والزواج، ما فيهاش أي نوع من الماركتينج، لكنه احنا هدفنا ان احنا نخدم الناس
بكتب أو بمقالات عشان المتزوجين أو عشان اللي بيربوا ولادهم. دور النشر في الدورة 49 لمعرض الكتاب لم تكتفي بعرض مطبوعاتها، فقرر بعضها صنع فعاليات تجذب الجماهير مثل عرض الأفلام وتقديم الهدايا واستخدام الشخصيات الكرتونية. وصنعت إحدى دور النشر ركنا لمشاركة الأطفال بأنفسهم في الرسم والتلوين واللعب بالصلصال. مشاهدينا لسه مكملين مع حضراتكم جولتنا جوه معرض الكتاب وتحديدا صالة 3، واحنا بنلف كده لقينا دار الكتاب المقدس عاملة مجموعة من الأنشطة، أطفال بترسم، مجموعة كتب، في أفلام شغالة، فاحنا حبينا نعمل اللقاء ده علشان نتعرف أكتر على الدار. الحقيقة احنا السنة دي عندنا فعلا شكل جديد وفعاليات جديدة بنعملها في صالة 3، وهي ان احنا خصصنا المكان بتاعنا لركنة أطفال، عملنا فيها شوية أنشطة، الولاد بيجوا عندنا بيرسموا على ترابيزة التلوين ويلونوا وبيقضوا وقت حلو مع بابا وماما، وبيبقوا عندنا وقت كمان نقدم لهم شوية مشاريع بيعملوها بالصلصال وبالقص واللزق، وشوية أكتيفيتي بيعملوا مواهب فنية بنبتدي نكتشفها من هم صغيرين. لاحظنا أن الأهالي بيبقوا جايين مبسوطين أن أولادهم في وسط المشتريات الكتيرة اللي بيعملوها في معرض الكتاب، لكن عندهم ركنة يقدروا يقعدوا فيها ويستمتعوا بالمواهب اللي هم بيعملوها، وفي نفس الوقت بيكونوا قريبين جدا من هم لو عندهم احتياجات لمنتجات معينة بيقدروا يشتروها من معرض الكتاب. المنتج الكتابي بقى فندم الكتب أخبارها إيه السنة دي؟ عندنا طبعا عروض قوية جدا على الكتاب المقدس في صالة العرض المكشوف، احنا مشتركين بعرض في منطقة العرض المكشوف في عند سور الأزبكية. منطقة العرض المكشوف فيها منتجات للكبار والصغار، لكن بنركز على الكتاب المقدس انه تملي يفضل في سعر متاح للجميع وسعر عليه عرض مميز، اللي هيزورنا هيكون بيلمس ان احنا عندنا اسعار مميزة، وخصوصا للعهد الجديد وللكتاب المقدس والكتاب المصور للأطفال. احنا بنقعد نعمل حاجات بالصلصال، بنعمل اشكال زي الورده مثلا او اشكال حيوانات صغيره وكده، هم بينبسطوا قوي لان هم بيحبوا الالوان وان هم يقعدوا يلعبوا، دي حاجه بتشغل وقتهم فهم بيحبوا يعملوا كده. وبنعمل حاجات زي ده كارت بنعمل جواه مثلا ايه وبنكتب تاريخ النهارده وكده، هم بيحبوا الحاجات الملونه فبيختاروا الالوان اللي تعجبهم يقعدوا يلزقوا، بيختاروا حاجات من دي يلزقوها، وبعد كده بياخدوا هدايا بعد ما يخلصوا، ان هي اما كارت بتاع كينجو او جدول عشان المدرسه وكده. هم دماغهم على طول شغاله، فاي حاجه بسيطه بتعجبهم لو هي شكلها حلو قوي فبتشد انتباههم فبيتعلموا، يعني بيحبوا يتعلموا حاجات جديده. تمام. طيب اسمك ايه؟ شازا. شازا، قولي لي يا شازا اتعلمتي ايه النهارده؟ اتعلمت اعمل كروت والعب بالصلصال. بتبقي مبسوطه وانت بتعملي الحاجات دي؟ اسمك ايه؟ هولي. هولي، عملتي ايه النهارده يا هولي؟ عملت الورده وعملت ده. جميل قوي يا هولي، انبسطتي انك عملتي النهارده؟ قولي لي انت اسمك ايه؟ جولي. جولي اختها طبعا. قولي لي يا جولي وريني بقى الحاجات اللي عملتيها النهارده. هو ده كارت يتكتب فيه آية ويتكتب فيه الاسم ويتعمل عليه أي رسم. طب وري لي الكاميرا كده مكتوب فيه إيه؟ محبة أبدية أحببتك من أجل ذلك قدمت لك الرحمة. أرمية 31-3. تجولنا بالمعرض ورصدنا آراء جمهور هذا العام،
منهم من أبدى رضاء عن التنظيم والمحتوى، ومنهم من يزور المعرض للمرة الأولى وقرر أن يفعلها ثانية في المستقبل. وأنا مهتم أكتر بالعقيدة، بحب عقيدة التسليس دلوقتي، ومهتم دلوقتي بعقيدة التجسد وإزاي ربنا جه وجه ليه، وبعد كده ما خلصها بقى بخش على عقيدة الفدا. حابب برضو المواضيع، ممكن مواضيع التوبة ومواضيع السماء ومواضيع الرجوع لربنا. أنا شددني أكتر الروايات اللي هي ذات طابع مسيحي، يعني زي بحب جدا الكاتبة فرانسين ويفرز اللي هي رواية الحب المحرر، الثلاث أجزاء بتوع اسم الأسد، فبحب اللي هي الحاجات الروايات ذات الطابع المسيحي. يعني كنت في معرض الكتاب عشان لقيت نارنيا اللي هي بتاعت سي إس لويس كانت نازلة بتسكاونت، فبالتالي نزلت يعني عشان أجيب حاجات وبشوف برضه حاجات تانية. يعني طبعا المعرض بيبقى فرصة حلوة قوي إن الواحد يشوف كتب من كل حتة، في طبعا كتب جديدة بتنزل على المعرض بالذات، مش بتبقى موجودة أغلب أيام السنة، كان برضو بيبقى فيه خصومات، بس يعني المعرض بيبقى اللي هو واحد بيستناه سنة في السنة بقى عشان محوش له وفلست، بس يعني المهم في الآخر ان هو كان فرصة حلوة ان الواحد يجيب الكتب. يعني كمان انا كنت متابع ان في كتب كتير قوي نازلة في المعرض، فكنت مستنيه يعني عشان انزل اجيبهم. انا دايما باجي كل سنة المعرض وبحب جدا اشوف الكتب الجديدة، و بحب دايما الكتب اللي هي المجسمه اللي هي بتبقى فيها صور عشان تسهل التعليم علينا. عجبني المعرض السنه دي، في فرايتيز كتيره من الكتب، وخصوصا الكتب يعني الدينيه الروحيه علشان الناس يعني تقرب من ربنا اكتر وتعرف ربنا اكتر، وفي كمان اسلوب من الكتب اللي هي بتشد الاطفال من خلال البازل او من خلال الصور او من خلال التلوين، فدي لا دي حاجه مميزه وعجبتني في القسم هنا اكتر. هي تبقى فرصه حلوه طبعا من السنه للسنه ان يبقى في كم العدد ده من دار النشر، وطبعا العدد الهائل برضو من الكتب، وبنحاول طبعا ان احنا على قد ما نقدر ناخد اللي محتاجينه بس وبنحاول طبعا يعني هي محاولة ان احنا نحبب الولاد في القراية وتبقى يوم ظريف بنقضيه كلنا مع بعضينا يعني في وسط هذا الصخب يعني من الكتب. يعني بصوا احنا متعودين من وانا صغيرة بنيجي كل سنة معرض الكتاب، انا عندي 6 سنين يعني ولد 6 وبنت 7 سنين، فحابين ان هم نقرأ اكتر، يعني بنجيب كتب تكفي معنا طول السنة نقعد نقرأ فيها، وبتبقى فرصة حلوة ان الكتب المجموعات كلها بتبقى موجودة، يعني اي مجموعة من اي كتاب بتبقى موجودة بتقدر تاخد عشان ما نقعدش ندور في اماكن كتيرة يعني على الكتاب اللي احنا عايزينه، كل حاجة جنب بعضها، فبتبقى فرصة حلوة. قولي يا بنوب رأيك في معرض الكتاب السنة دي. هو يعني معقول شوية وسعره غالي شوية، الكتب رفعت شوية عن السنة اللي فاتت بكتير، بس دوت عشان خاطر في طبعات جديده نزلت طبعا السنه دي بالذات، في كتب كتير قوي نازله انا انترستد فيها، يعني يمكن حتى مدرسه اسكندريه كانوا منزلين 20 كتاب جديد في مواضيع مختلفه خالص، منزلين خلاجيات في الليتورجيات، ونازل ناس اسمها ايه دي سير قديسين محققه، فبرسبكتيف حلو قوي لسير القديسين. في كان نازل في دار النشر الاسقفيه برضو حوالي 4 أو 5 كتب قويه قوي، في كتاب كنت لسه جايبه لابونا تدرس، برضو ابونا تدرس منزل كتاب جديد من مدرسه اسكندريه عن مدرسه اسكندريه اللاهوتيه القديمه مش الجديده يعني، فتوبك يعني في توبكس كتير قوي كل حاجه نازله جديده. انا شخصيا كنت نازل عن كتاب، يعني اكتر كتاب كنت عايز اجيبه كان عن القارئ والنص لابونا سرافيم، الموضوع ده كان ديبيتد قوي على فيسبوك، النص الرؤية المسيحية للنص، في رؤى مختلفة، في رؤية أرثوذكسية ورؤية إصلاحية أو إنجيلية يعني، فكنت مهتم قوي أعرف رؤية أرثوذكسية معاصرة للنص. لقيت دو نشر عكس ما اتوقع، ولقيت كتب اكتر، يعني انا كنت متوقع ان انا هنزل الاقي كميه كتب معينه، لقيت كميه كتب اكتر وموضوعات دايفيرس اكتر، فده كانت حاجه حلوه. بيعجبني الكتب اللي ليها علاقه بعلاقات الناس ببعضها بالحاجات الدينيه بقى، يعني ازاي احب اخويا، ازاي احب زميلي، ازاي اتفاعل مع المجتمع
مرتبط بربنا او من خلال ربنا او من خلال الدين. انا دايما بتشدني الكتب اللي هي فيها صور ومجسمه وليها علاقه بالقصص اللي في الكتاب المقدس وكده. مشاهدي قناه سي تي في في كل مكان، اتجولنا مع حضراتكم النهارده في صاله 3 جوه معرض القاهره الدولي للكتاب. مجموعه كبيره جدا من دور النشر المسيحيه، مجموعه كبيره من الكتب، مجموعه من الفعاليات، كلها في انتظارك لو قررت انك تيجي هنا ارض المعارض وتشارك في معرض القاهره الدولي للكتاب. المعرض بيفتح ابوابه لحد 10 فبراير، ويعني فرصه مهمه للاسره المصريه انها تيجي. ممكن الشخص يجيب زوجته ويجيب اولاده ويجي المعرض هنا، بيعملوا مجموعه كبيره من الفعاليات، مش بس كتب، يعني بيعملوا فعاليات وبيعملوا رسم وبيعملوا صلصال، وفرصه انك تيجي وتقابل ناس عندها نفس الاهتمامات وعندها نفس الثقافه. اتشرفت جدا بوجودي النهارده مع حضراتكم في معرض القاهره الدولي للكتاب، والى اللقاء.